السلامة الأولاد ولاد سيدي بوسعيد بصفة عام. أنا عندي جوست ميساج لرئيس بلدية سيدي بوسعيد وولاد سيدي بوسعيد. يا رؤوف توا بربي انت تعمل في الحكاية هذوما، هاو طلع تعمل في لي بانو، في لي بانو ما لقيتش روحك طيحتك فيه، كلمت عملت فيديو لولاد سيدي بوسعيد تبارك الله عليهم وقفوا معانا، فهمتني؟ وزيد المرة هذية نعاود نحي لك هالمير دو برلان. أنا سميته مير دو برلان، والمير دو برلان اللي عملته ما تجمش. أنا من هنا من ألمانيا عندي ناس تبعث لي دي تصاور، تبعث لي دي فيديو، دي سيكونس فيديو، فهمتني؟ أما أنت كمان طلعت ماكش ولد بلاد حر، ماكش ولد بلاد حر 100%. لو كان جيت 100% حر ولد بلاد راك ما تعملش كي مع ولاد بلادك. دونك حسن الريحي وقت اللي كيف كان قبل رئيس بلدية ما عملش كيما عمل حتى بوك عمر الدخلاوي، ما عملش كيما اللي عملته وانت الله يرحمه، فهمتني؟ كيما الناس اللي كانوا قبل، وانت جاي تبيع في يعني عباد تبيع لهم في الاراضي كيما هذا سي بوعصيدة ولا شكون ولا مش عارف على مذهب والديهم اللي جاو، فهمتني؟ زدوا ياخذوا في الاراضي في سيدي بوسعيد وزيد تعطي فيهم وزيد انت دو بلوس. ولا سي بوسعيد كيف جاوك مرة وبعثت لهم مقطع عهد المنفذ والعهد المنفذ اللي بعثته لهم، فهمتني؟ ولو باش يبكاو على خاطر بقايحهم وعلى خاطر الحوانت اللي يخدموا فيهم وتلوجوا في الخبزة، فهمتني؟ دونك انت يا رؤوف ما تحبش الاولاد السيد ولاد سيدي بوسعيد، وما تحبش ولاد سيدي بوسعيد اصلا. انت وقت اللي كان المخلوع ما كنتش موجود، انت ما كنتش موجود، كنت لاهي في الليبراري نتاعك، وجي توا ولاد سيدي بوسعيد تعملهم كانت مرمدهم، فهمتني؟ وزدت طلعنا في المير دو برلان هذا اللي قلت انا عليه، اما نطيحوا. انا من هنا من المانيا مع الاولاد يعاونوا فيا، وعملت كل شيء، وعملت حتى في السيكونسات هبطتهم دي تصور مش دي سيكونس فيديو، اما هذا فيديو ثاني، فهمتني؟ اما ما تنجمش تقدنا، احنا ولاد سيدي بوسعيد حرار، ولاد سيدي بوسعيد 100%. اللي عندنا انا واحد من الناس عندنا 370 سنه نسكنوا في سيدي بوسعيد، باش تجي انت براني علينا باش تحب تطيح لنا البلاد تهد فيها؟ شخليك الجبانة من تالي كلها مسخة، الحومة كلها مسخة، تتعدى والتوريست. أنا لهنا نحشم، أنا لهنا نحشم في ألمانيا، يقولوا لي منين أنت؟ نقول لهم من سيدي بوسعيد، فهمتني؟ نعطيها أنا سيدي بوسعيد، أنا الوحيد اللي قاعد نشهر فيها، أنا الوحيد اللي قاعد نحط لها في تصورها ونعطيها في قيمة سيدي بوسعيد، باش تجي أنت رؤوف دخلي وتسكر علينا هذيك البارتي كاملة. نتاع جبل الفو اللي عندي على البور من اعز بقعه، فهمتني؟ فهمت؟ اما عيب عليك. اما نخليهم ولاد سيدي بوسعيد يلوموا عليا، يا ولد شلاقو مش لازم وصيب علينا وماهوش نتاعنا، ما يخرجش عليك. انا ما يهمنيش، انا ندافع كان على بلادي. شنو هي الفيلاج نتاعي؟ علاش انا سميتها مون فيلاس سيدي بوسعيد دي رايس البحار؟ أنا يعني هذيك الفيلاج نتاعي أنا يعني غادي مولود وغادي العروق نتاعنا منبوتة من غادي، باش تجي أنت تعمل لنا الفضايح هذه كل، خليتنا فضايح حتى هنا في ألمانيا، فهمتني؟ حتى هنا في ألمانيا برشا ناس يتكلموا يقولوا شنو هي المشاكل هذه في سيدي بوسعيد، يشوفوا فيها في الباج، يشوفوا في الباج زه. بون ما علينا، أما أنا مازلت الحكاية مازلت باش نطولها أنا معاكم. اللي يعمل حاجة في سيدي بوسعيد، اللي باش يشي رئيس بلدية الثاني ولا الثالث ولا العاشر ولا، لازم يعمل حاجة، لازم يطير. دونك تو نرجعوا لولاد سيدي بوسعيد. ولاد سيدي بوسعيد تو كي هنا نحط لكم في تصاور ونحط لكم دي فيديو دي سيكونس حاجات هكايا تصاور ما نعرفش أنا، وموا ما تبداوش قالوا باش يعملوا يمشيوا البلدية، يمشيوا وعملوا حاجة ضد البلدية. دي البلدية عملت لكم حاجات، وين اللي قال لك لي بروجي اللي باش يعملوا لكم لي بروجي؟ تو استناو فيها عامين، وينهم لي بروجي؟ تمنيكم عليكم. شوف مساكن في الباركين كلهم بطالة، ما عادش عندهم فلوس، ما عادش الناس ما عادش عندها ما تاكل. علاه؟
هلكتوها البلاد يا خويا، امشيو قوموا من القهوة هاني نعاودها لكم. باقي تشادين في طرح بلاط، وباقي تشادين في طرح شكبة ومانيش عارف. يا خويا امشيو هاني، انا مانيش ضدكم سيدي وصيد، راني انا واحد منكم، اما ندافع على البلاد، ندافع على الفيلاج نتاعنا. لاني نهضوي، لاني مني تاع تونس ولا من حتى شيء، انا ما يهمنيش، انا ما يهمنيش فيهم. انا المهم اللي يهمني سيدي بوسعيد، انا من يهمني الحاجه كانت في سيدي بوسعيد، انا هذيك هي اللي تهمني، فاهم؟ ما يهمني في حتى شيء اخر. انا نحب ولا سيدي بوسعيد كلهم يقفوا معايا، وقت كي انا نهبط حاجه ولا نحط حاجه، وموا ولا سيدي بوسعيد كلكم منا ميكار، من جماعة شعبنية القراوة تبرزقية ما نعرفش أنا حسيل سيدي بوسعيد كن عمي كارو سيدي بوسعيد والملاجي كنا نتبع بعض، كنا ولاد سيدي بوسعيد، ونا جميع ما واحد باش يقول لا مانيش ولد سيدي بوسعيد، انا نسكن في ميكار خاتيني تتابع كارتاج. لا احنا كنا ولاد سيدي بوسعيد. يصلح رايكم يا الاولاد، تقفوا وقفة معاهم مع الأولاد كلهم، نحطوا يد في اليد، خلينا أموا نعملوا حاجة. زح تيش بيكم يا أولادي، أنا هنا في ألمانيا بعيد عليكم أنا، أما كل شيء دي رونسينيمون لي كوردوني كلها جيني أنا، أما من غير ما نسميهم مش خاطرهم ناس باهين ولاد حرار ولاد سيدي بوسعيد، أما فما ولاد فريمون ولاد سيدي بوسعيد، أما فما اللي ما همش ولاد سيدي بوسعيد ما همش حرار تاع ولاد سيدي بوسعيد، يعني كلمة مش لازم نقولها، فهمتني؟ ناس أخرين هذوك. أما أنا نحب نوجه لهم كلمة صغيرة، ثقوا على رواحكم وبربي اتلهاو في البلاد شوية، نظفوها، كل واحد يكنس يهز يعملوا حاجة، ازرعوا وهو الجبل من تالي الوحدة باش تطيح، الجبانة باش تطيح، فهمتني؟ علاش ما نعملوش كل واحد يزرع، يمشي والناس كل اللي قاعد فيهم القهوة، تو نشوف فيكم أنا، تاني نشوف فيكم أنا قاعدين في القهوة، فما تصاور تجيني قاعدين في التصاور. قاعدين في القهاوي، واحد ما عنده رينا فوتر قاعد يمشي زبط، يمشي وعملوا حاجه صح يا الحاصل. انا هاني ميساج نتاعي بعثته لكم، فهمتني؟ اما جو سوي با كونتر حتى حد، اما يحبكم ولاد سيدي بوسعيد تقفوا رجال في يد في اليد وبنات الايام. اوكي الاولاد نعمل عليكم، اما ميساج حتى اللي يقول كلمه عليا انا على الفيديو ما عنده ما يعمل لي، اما انا نحب نوري رجوليتي تاع ولاد سيدي بوسعيد اللي هما معايا، ولاد سيدي بوسعيد رجال. راني قلت لكم اون فيرا وا بيانتو اتري بيانتو سليم من المانيا. جاو ولد سيدي بوسعيد جاو.